الدستور المصري، اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لجنة المئة، وكلام على أنه 50% من داخل مجلسي الشعب والشورى، و50% التانيين من بره مجلس الشعب والشورى. كلام كتير عن دستور مصر القادم. هل ده معناه أنه هيقعد سنتين وهنبقى الناس بتقوم ضده مرة تانية لأنه هيبقى لا يصلح، هيبقى لا يعبر عن احتياجات الشعب بشكل عام؟ كل دي تفاصيل محتاجين نفهم ومحتاجين نعرف احنا رايحين فين. المفروض يوم السبت اللي جاي اللي هو بعد بكره هيعلن الاسماء وهيبقى فيه تفاصيل اكتر ليه علاقه باللجنه التاسيسيه. الفكره انه بعتقد اللي شغلنا شويه عن هذا الخبر بتاع ال 50% وال 50% هو موت البابا شنودة الثالث اللي خلى الراي العام كله ينشغل بشيء اخر. ولكن بعتقد ان احنا محتاجين نرجع كده نتكلم بالراحه عن الدستور، دستور مصر القادم. بيشرفنا يكون معانا الكاتب الكبير الاستاذ صلاح عيسى. نهارك سعيد يا فندم. اهلا بك. نهارك سعيد. منورنا استاذ صلاح. اهلا بك يا استاذ. طبعا احنا هنتكلم عن كتاب دستور في صندوق القمامه، وده عن حضرتك لقيت مسوده الدستور 54 في صندوق القمامه. بس قبل ما نتكلم عن ده، زي ما عايده كانت بتتكلم اللجنه التاسيسيه، ويمكن في مانشيت النهارده في المصري اليوم بيقول تأسيسية الدستور 75 عضوا في يد الإسلاميين و25 لباقي الشعب. وكثير من الأصوات بتقول إنه لو الدستور اتعمل بالمنظر ده زي ما عايدة قالت هنبقى هنخش في حزبة بيرما أو مش عارفين ممكن نوصل لفين. حضرتك شايف الموضوع إزاي؟ يعني أظن أولاً في هيبقى في إشكاليات كبيرة جداً في مسألة وضع الدستور، سواء من حيث تشكيل اللجنة زي ما حضرتك أشرت، وده تقدير، أنا رأيي تقدير المصري اليوم ده تقدير صحيح، لأنه طبعاً يعني صحيح ان هم قالوا ان هم هياخدوا عدد من اعضاء مجلس الشعب والشورى بنسبه تمثيل الاحزاب في البرلمان بنسبه 50 مقعد الاولاني، لكن ايضا 50 مقعد الاخر في طبعا في النقابات كثيرين جدا مسيطر عليها التيار الاسلامي، وبالتالي يعني ربما ينتهي التمثيل الى تمثيل شبيه باللي موجود في مجلس الشعب برضه 80 في 80 20 75 25. وانا اعتقد انه يعني الاستخلاص اللي اتقال في الاول صحيح، يعني نحن امام دستور سيكون في الاغلب الاعم مؤقت والاخر، بمعنى انه ممكن يعيش 10 سنين 5 سنين، لانه مناخ يعني اعداده وحتى التوقيت احنا مش عارفين التوقيتات ايه لغايه دلوقتي. وفي توقيت اولاني كان بيتكلم على اساسه، وامبارح كان في الجرايد اشارات لذلك، انه الدستور مش هياخد اكتر من شهرين 6 أو 8 أسابيع ويتم عمله. والسيناريو المطروح انه مش هيبقى نتناقش في دستور من البداية، لا احنا هننقح مواد في دستور 71 وباب كامل في دستور 71 اللي هو الباب الخاص بالدستور بالسلطات، علاقة السلطات ببعضها البعض. وبالتالي دايما بيتكلموا اخواننا في الحزب الحرية والعدالة وفي غيره ان الموضوع مش عايز وقت كبير، واحنا بس هنشطب كلمة هنا ونضيف كلمة هنا ونعمل كلمة هنا. وفي الأغلب الأعم أنه من الوارد أن الدستور ينتهي كتابته ويجري الاستفتاء عليه بعد مباشرة بعد الاستفتاء على بعد إجراء الانتخابات. هل ده يبرر يا فندم يبرر رفض الكثير من القوى السياسية لوجود اللواء ممدوح شاهين كعضو ممثل عن الجيش في اللجنة التأسيسية؟ هو خطير، هو زي أنا معه هو مرشح، هو في خبر يقول أنه هو مرشح. يعني الحقيقة يعني الواحد برضو أنا مش عايز أقول أنا رأيي إن إحنا يعني جزء كبير من الارتباك اللي إحنا عملنا فيه بسبب اللواء ممدوح شاهين، اللواء ممدوح شاهين وبسبب الذين اختاروه مستشارين له، وفي روايات أخرى تتعلق بوزير العدل السابق أظن المستشار ممدوح محمود أبو الليل، إنه كان في شكل من أشكال يعني الاستعجال وسوء الاختيار، ويعني أيضا عدم دقة في التعامل مع المسألة الدستورية. طيب أستاذ صلاح، حضرتك قلت أنه قد يكون الطرح يعني أن يتم التعديل بعض التعديلات على دستور 71، إيه المشكلة في ده؟ يعني ما هو دستور 71 بشكل عام بعيد عن التعديلات اللي طرأت عليه اللي كانت بس في صالح النظام السابق، هو دستور مش وحش يعني. لا، أولا دستور 71 ده حدثت فيه ترقيعات تمام كثيرة ما بعد 71، بعد 71 والتعديلات اللي حدثت فيه وخاصة في 207 وفي 1980 حصل تعديلات أخرى، وهذه التعديلات في جزء كبير جدا منها كانت بتحدث لأسباب تتعلق بتأييف الدستور بمصطلح الترزية يعني على شخص ما، وبالتالي بقى أصبح بالغ الارتباك. دي نقطة. النقطة الأولى أنه جوهر هذا الدستور زي دساتير ثورة 23 يوليو كلها من دستور 56 أو الإعلانات الدستورية المختلفة
أو دستور 64 وكان مؤقت بس كان دستور كامل، أو هو 71 نفسه دستور. دساتير قائمة على فكرة هيمنة السلطة التنفيذية على كل السلطات، ودمج السلطة التنفيذية في الشخص رئيس الجمهورية. وبالتالي الأساس الذي بني عليه في الواقع كان أساس يتعلق بظروف ثورة 23، ربما كان صالحا في زمنه، كان في زمن التحرر الوطني، زمن استكمال التنمية، عايز سلطة تنفيذية قوية. لكن هو صلاحيته سقطت منذ يعني أكثر من 30 سنة، وبالتالي فالترقيح فيه لا يفيد. أنا كنت دائما ممن يرون أهمية نحن نوضع دستور جديد يحمل رؤى ثورة 25 يناير، يحمل هموم الألفية، يحمل العالم اللي احنا عايشين فيه الآن. إنما تجيب لي دستور تقعد تنقح فيه، تشطب فيه كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، هتيجي تصلحها من هنا تلاقيها اتعوجت من الناحية التانية. ولذلك أنا مانيش وافي على هذه الفكرة إلا بالمنطق اللي أنا بقول بيه. خلاص خلينا نخلص، ما احنا لازم في الآخر نخلص، نقف عند نقطة نخلص، بحيث نضع يعني دستور مؤقت لمرحلة انتقالية ثانية. يعني أنا أسمي المرحلة التي المرحلة بعد 30/6 اللي هي بقى فيها يعني مع بافتراض ان ينتهي وضع الدستور وينتخب الرئيس، هنبتدي مرحلة انتقالية ثانية في مسيرة ثورة 25 يناير، ودي هيحكمها هذا الدستور المؤقت، وهيبقى مليء بالعوار والآخر. ولكن أظن بعد 5 سنين أو 10 سنين نستطيع أن نغيره. مرحلة انتقالية تانية إيه بس يا أستاذ صلاح؟ نفضل نعيش في المراحل الانتقالية، مش نعيش في مرحلة ثبات يعني كده وأرض وكده؟ كل الدول اللي عملت ثورات من هذا النوع وانتقلت من حكم دكتاتوري استبدادي إلى حكم ديمقراطي بتاخد وقت للانتقال. أوروبا نفسها على ما تحولت إلى دول ديمقراطية زي ما احنا شايفين النهاردة خدت 3 قرون، انما احنا يعني بنقول كفايه 10 سنين طيب على قدنا. بس استاذ صلاح يعني احنا ممكن لما الدستور الجديد يتعمل ممكن، هل ممكن يحل البرلمان ولا يستمر البرلمان؟ السؤال الثاني، لما يجي رئيس جديد احنا هيبقى ايه موقفنا؟ هنعمل يعني هننتخب تاني جمعية تأسيسية عشان نعمل دستور، ولا هنعمل ازاي؟ خصوصا انه في حكم مفروض انه مبدئي صدر بانه عدم شرعية البرلمان ده، بطلان البرلمان. في طعن مرفوع وتحول المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الدستورية العليا في جزء من أحكامها بتراعي الملائمة السياسية. وأنا أظن أنه المحكمة الدستورية العليا أيا كانت يعني مدى وجاهة أوجه الطعن، لكن المرحلة الدستورية العليا يعني من الممكن أنه هذا الطعن يأخذ له 3-4-5 سنين، لأنه مش من باب الملائمة ما أقدرش أنا أعمل نظام وأقعد أهده تاني وأرجع أعمله تاني وأعمل انتخابات كل الوجع الدماغ اللي إحنا البلد. بس على كلام حضرتك هو نعمله تاني يعني على كلام حضرتك معنا كده هنعمله تاني بقى يبقى لا رأيي. لا، وعشان كده من الممكن أن الطعن يتنه مرفوض فترة ما يتخدش مثلا مدة مجلس الشعب 5 سنين، يتركن 5 سنين وقبل الـ5 سنين بشهرين يتبت فيه ويتحل. إنما إن أنا أعمل انتخابات سنة اللي فاتت دي كلها إحنا عمالين نعمل انتخابات، وبعدين نيجي بعد كده نقول خلاص هدي تاني وابتدي من الاول وجديد واعمل انتخابات تاني، اعتقد انه الملائمه السياسيه مش هتفيد في ذلك. وفيما يتعلق بموضوع انه المجلس الشعب هيتحل بعد وضع الدستور وينتخب مجلس الشعب على الاسس الدستور الجديد، اعتقد انه اللجنه اللي هتضع الدستور بما ان فيها هذا 50% طبعا النواب دول هيحطوا مواد في الدستور تحول لحله، بيبقى في مواد انتقالية ان المجلس الحالي يظل كاملا قائما حتى، وده جزء من العيب في اختيار اللجنة. يعني انت ما تقدرش مثلا اللجنة دي 50% منها من المجلس الشعب ومجلس الشورى الحاليين ما تقدرش تطالب، مش هيحلوا مجلس الشورى، مش هيلغوه لهم مصلحة في بقاء مجلس الشورى. ايه المصلحة يا فندم؟ هيفضل انه هو يفضل، لانه مش هقول يطلع مادي يقول لك كان نص اللجنه هيبقى من مجلس الشورى هيجي يقول لك نحل المجلس. يعني احنا لسه دافعين فلوس ومنتخبين وبتاع وتعبانين وبعدين نحل نفسنا؟ نفس الحكايه في نسبه العمال والفلاحين، يعني لان كل ده تضارب مصالح نسبه العمال والفلاحين. فدي مطالب موجوده في اتجاه عام موجود في المجتمع، المطالبه بالغاء نسبه العمال والفلاحين، بالغاء مجلس الشورى، كل هذه المطالب لن يتضمنها الدستور الجديد، سيظل الوضع على ما هو عليه. ايه بقى حكاية كتاب دستور في صندوق القمامة، دستور 54، هو فعلا اترمى في القمامة؟ ومين اللي رماه؟ يعني ايه اللي حصل؟ القمامة هو مشروع الدستور ده لما قامت ثورة 23 يوليو، فكان
اول بعد 4 أشهر من قيامها كده لغت الدستور الذي كان قائما اللي هو دستور 1923، وشكلت لجنه من 50 عضو عشان تضع دستور جديد. وكان مفهوم ان الدستور الجديد الذي ستضعه هذه اللجنه سيعبر عن رؤى ثوره 23 يوليو 52. وطبعا الدساتير قبل حكايه المجلس الشعبي ومجلس الشورى وحاجات من دي كانت بتعمل بلجان معينه. يعني دستور 23 عملته لجنه من 30، ولذلك سميت لجنه ال 30. والدستور 54 ده مشروع دستور عملته لجنه من 50 عضو، واللجنه دي كانت بتمثل التيارات الرئيسيه في الفكر والسياسه المصريه. التيارات الرئيسيه اللي عملت مشروع النهضه، في 4 تيارات رئيسيه عملت مشروع النهضه في مصر والعالم العربي ابتداء من القرن 19. التيار الاسلامي، التيار القومي، التيار الليبرالي، التيار الاشتراكي. دي التيارات الاربعه اللي تفاعلت مع بعض وعملت النهضه، مشروع النهضه. فهذه التيارات الاربعه كانت ممثله، ولذلك انا كان رايي في لجنه الدستور دي ان احنا نمثل تيارات، ما نقعدش نقول نمثل نقابات، نمثل مش عارف ايه، نمثل تيارات. ما احنا عندنا التيار الاسلامي ممثل. بقى مع تيار واحد بس، يعني نمثل التيارات الرئيسيه في الفكر والبتاع، بدل ما اقعد ادور مين اللي هيمثل الاذاعيين، مين اللي هيمثل الصحفيين، مين اللي هيمثل الاطباء، طب والزراعيين، طب وذوي الاحتياجات الخاصه. العمليه ده تفكير بصراحه جوه الصندوق قوي وغير صحيح. الدستور بيضعه ممثلين للتيارات الرئيسيه السياسيه الرئيسيه الموجوده في الامه، وهي التيارات الاربعه اللي قلت عليها. فهذه اللجنه تشكلت من هذه التيارات الاربعه. وفي داخل هذا التمثيل للتيارات كان في برضه تمثيل للفئات، يعني واحد من الممكن ان هو يبقى ليبرالي ويبقى نفس الوقت نقيب المحامين ويبقى نفس الوقت عضو في حزب الوفد، وبالتالي بيمثل الاحزاب وبيمثل وهكذا. المهم ان هذه اللجنه قعدت عملت دستور. المستشار طارق البشري بيقول ان هو يعني ايه، يعني انا مش فاكر عبارته، لكن انا ترجمتها انه من النوع الذي لم يلد ولم يولد. حاجه ما حصلتش، ليبرالي نقي 100%. احلام الحريه الديمقراطيه العدل الاجتماعي دقه في الصياغه، كل هذه كانت اتعملت في هذا الدستور. طب قبل ما نتكلم عن اهم بنوده، انا عايز اعرف، هو احنا ليه بالنسبه لنا موضوع الدستور معقد، مع انه امريكا دستورها كله 9 مواد، انجلترا ما عندهاش دستور وماشيه باعراف دستوريه، فاحنا ليه الموضوع عندنا يعني مش عارفين نجيب اوله منين، او مش عارفين نظبطه، وعلى اي اساس بيختاروا عدد اللجان التاسيسيه، يعني مره 50 مره 30، طب ليه 100 اخترناهم دلوقتي؟ يعني لا، هو طبعا 100 المره دي بقى عشان عدد السكان اتسع اكتر، يعني طبعا 30 في سنه 23 العدد طبعا كنا 12 مليون، في سنه 54 كنا تقريبا 19 او 20 مليون، دلوقتي بقينا 80 مليون، فعدد السكان بيبقى عدد اكتر. الدساتير الاوروبيه والامريكيه الغربيه عموما الراسخه دي اتبنت في 3 قرون. بنت في 3 قرون، فبقى عرف اكتر منه مكتوب، يعني بقى عرف وبقى مستقر وبقى فيه يعني توافق ومش محتاج نصوص، بل بالعكس بقى في دستور 54 يعني المفروض دايما انه المواد الدستوريه مد مركزه جدا وقصيره وعدد كلماتها قصير 30 40 كلمه 50 كلمه بالكتير، لكن دستور 54 فيه بعض الاستفاضه في التفاصيل، لانه الناس اللي وضعوه كانوا خايفين من المستقبل. يعني مثلا اضرب لك حاجات بقى من المستقبل اللي كانوا خايفين منه. يعني يقول مثلا ايه، ولا يجوز تقديم المدنيين لمحاكم عسكريه. كانه كان يستبصر المستقبل انه لا يجوز تقديم، فيضع هذه النصوص انه مثلا يحط نص اظن ده موجود يمكن يتنقل بعد كده لدستور 71، لا مش موجود فيه، ولا يجوز تفتيش المساكن ليلا الا بامر من القاضي. مش وكيل نيابه، يعني بيحط تفاصيل تتعلق بصيانه الحريات. طب ما كان لازم طبعا في امريكا كده يا فندم، في امريكا كده برضو، يعني في امريكا بامر القاضي مفيش اي مداهمه، عشان كده رموها في الزباله لانه امريكاني زياده عن اللزوم. هو ايه ليه هو ثوره 23 يوليو مع الدستور اتعمل وكل حاجه واتحط فيه هذا الدستور؟ اولا قائم يعني في نصوص، عشان كده انا رايي انها ممكن نستفيد منها في التعديل الدستوري، برغم انه
الدستور ده مش هيبقى المثال اللي احنا بنعمله ده. انما مثلا مين اللي يعمل المحكمه الدستوريه العليا؟ حسب نص الدستور اللي موجود كده، دي بتصدر بقرار من رئيس الجمهوريه، بيختارهم رئيس الجمهوريه. انما هو كان عامل نظام انه المحكمه الدستوريه العليا مكونه من 9 قضاة، 3 يختارهم البرلمان بصفته في مؤتمر مشترك، هو كان في مجلسين برضه، مجلس الشعب، مجلس نواب ومجلس شيوخ. فيختارهم 3 يختارهم البرلمان، و3 يختارهم القضاء. احنا كان عندنا اياميها القضاء الاداري، قضاء العام اللي موجود ده، وكان عندنا حاجه اسمها القضاء الشرعي اللي هو بتاع الاحوال الشخصيه. فكان 3 يختارهم القضاء الشرعي والقضاء الاداري، و3 تانيين يجري يعينهم رئيس الجمهوريه. فبقى سلطة رئيس الجمهورية في تعيين المحكمة الدستورية العليا سلطة مطلقة، له ثلث الأعضاء فقط. الدستور 54 كمان، دستور لما اتعمل سنة 54 كان لسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حديث، لأن الإعلان العالمي طلع سنة 1948، وبذلك بنلاقي فيه مجموعة من المواد والحقوق اللي جت في الإعلان العالمي. وكمان في نزوع للعدل الاجتماعي. أيامها الدستور ده لما هجم بعد ما اترمى في صندوق الزبالة يعني، وكان بحد يجيب سيرته فيتهاجم يقولك ده دستور البشوات، على أساس ان اللي عملوه معظمهم كانوا بشوات يعني. لكن في واقع الأمر كان عنده استبصار بمسألة العدالة الاجتماعية. أقر مثلا من ضمن الحقوق الديمقراطية حق العمال في الإضراب. يا سلام، ده اللي عايزين يلغوه خالص دلوقتي، ده اللي هو ما لسه ما اقرش لغايه دلوقتي، وغير التظاهر ده عايزين يلغوا التظاهر، ده حرم يا فندم، ده حرم حق الاضراب حرم، وهكذا. فالدستور نفسه وبعدين بيوازن العلاقات. هو قائم كمان النقطه المحوريه اللي فيه قائم على فكره الجمهوريه البرلمانيه وليست الجمهوريه الرئاسيه. فحجر الزاويه فيه هو سلطه البرلمان. رئيس الجمهورية لا يملك أن يمارس منفردا أي سلطة سوى سلطة واحدة، هي اختيار ثلثي عدد اختيار الأعضاء المعينين في مجلسي في مجلس في مجلس الشيوخ اللي هو مجلس الشيوخ زي دلوقتي، اللي هم هم 50، 3/5 أعضاء المجلس بينتخبهم، وال50 التانيين بيعينهم رئيس الجمهورية من الكفاءات التي لم تاخد الانتخابات. اصل فكره التعيين ايه؟ انه في واحد استاذ جامعه مش ما بيحب ما بيحبش يبهدل نفسه في الانتخابات فما بيخش. كان الملك بيعمل كده برضو. كان نفس كبير. الملك كان نفس النسبه 50. فلا لابد في الاخر ان الكفاءات اللي بتعزف عند دخول الانتخابات دي لابد انها تمثل. بس الدستور ده كان فيه مشكله في البند الخاص بانتخاب الرئيس، مش كده؟ يعني كان ليه علاقه بانه ما كانش انتخاب، يعني ما كانش الشعب بيتم انتخابه. ده الجمهوريه البرلمانيه، ودي ميزه ثانيه. اصل هي الحاجات لها منطق، ولذلك احنا لما نيجي نجري انتخابات جمهوريه انتخابات برلمانيه الان من الشعب مباشره، اما اللي بينتخب من الشعب مباشره ده معناه ان السلطات واسعه جدا، الشعب كله اللي اختاره. ولذلك ده بيتم في الجمهوريات الرئاسيه. في الجمهوريات البرلمانيه اللي بيختار رئيس الجمهوريه يا البرلمان يا حاجه يعني حواليك. مجمع انتخابي اوسع شويه. فهو كان في دستور 54 كان مفروض ان هم اعضاء مجلس البرلمان اللي موجودين زائد الاعضاء اللي هم اعضاء اظن بتوع المحليات او حاجات من هذا النوع بينضموا على بعض، اعضاء البرلمان و3 مندوبين من كل دايره من الدوائر الانتخابيه، و3 مندوبين ومن كل هيئه او نقابه، هم دول اللي انتخبوا. رئيس الجمهوريه في دستور 54 ليس له منفردا غير السلطه التي اشرت اليها، تعيين ال50، وكل ذلك الدستور في نص من سطر. ولذلك انا اعتقد انه من المفيد جدا ان احنا نحطه في دستور. بس في ظل برلمان زي اللي عندنا ده يا استاذ صلاح، يبقى احنا برضو هنبقى بنختار رئيس نفسه، هتبقى نفس الازمه في تعليقنا على لجنه المية. يعني ما هو كده، لو احنا بقينا برلمانيه دلوقتي حالا بالا خلاص، ما هي نفس الازمه. المشكله الوضع الراهن دلوقتي، الوضع الراهن دلوقتي بيفرض انك انت تختاري رئيس جمهوريه له بعض السلطات عشان يوازن الاغلبيه الاسلاميه الكاسحه في مجلس الشعب والشورى. صحيح. طيب استاذ صلاح، ختاما لكلامنا، حضرتك شايف مصر رايحه فين الفتره اللي جايه؟ في كلمه قصيره ختاما لكلامنا، احنا رايحين فين؟ او الوضع كده شكله رايح فين؟ احنا رايحين، ولا ينبغي ان نوطي نفسنا على اننا نستقبل مرحله الانتقال الثانيه. ويبقى مفهوم لكل القوى ان مرحله الانتقال الاولى خلصت، اللي هي اللي هتخلص 30 يونيو اللي جايه دي، اللي كان بيدير شؤون الدوله فيها المجلس العسكري.
مرحلة الانتقال الثانية هتبدأ بانتقال السلطة إلى سلطة مدنية تنتمي إلى تيار من التيارات التي شاركت في الثورة اللي هو تيار الإسلام السياسي، وتقريبا يتهمش فيها التيار الديمقراطي القومي الوطني اللي شارك أيضا في الثورة وكان هو اللي فجرها. علينا في مرحلة الانتقال الثانية دي بقى ان احنا نعمل ايه؟ نصوغ المشترك الوطني اللي احنا ما صغناهوش، نصوغ مشترك وطني هنتدافع ونختلف ونشد ونجذب مع بعض، انما في هذه المرحلة بنحقق درجة اعلى نسبيا من الاستقرار، ثانيا درجة من التدافع والتضاغط، من اجل ان لازم احنا كمصريين يبقى لنا مشترك وطني. على ضوء هذا المشترك الوطني بيتبني الدستور الحقيقي الجديد. وانا دايما قلت المشترك الوطني دي عايز ان احنا نقر اربع حاجات: مصر دولة ودولة مستقلة موحدة الارض موحدة الارادة، مصر دولة ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية والسياسية والدينية والمذهبية وتحترم كل الحقوق. الحاجة الثالثة: مصر دولة مدنية تفصل ما بين ما هو ديني وما هو سياسي، ويشرع الناس لانفسهم بانفسهم ما يوافق زمانهم دون خروج عن مقاصد الشرائع السماوية. الحاجة الثالثة ان مصر دولة عادلة تكفل الحد الادنى من ضرورات المعيشة للطبقات الشعبية محدودة الدخل. ده المشترك الوطني اللي لازم نجتمع عليه، ما اجتمعناش عليه هنفضل في قلاقل الى مدى يعلمه الا الله. وده خير الختام لكلامنا، ما فيش قدامنا غير ان احنا نتفق. استاذ صلاح عيسى الكاتب الصحفي الكبير، نورتنا وافدتنا كتير يا فندم. شكرا جزيلا لك. لسه مكملين، نهارك سعيد. بعد الفاصل خليكم معانا.